ورحمة الله وبركاته. معانا ان شاء الله النهاردة مفاجأة حلوة، بس حبيت اشاركها معاكم. احنا وقعنا على كنز يا جماعة، وقعنا على كنز رايش، تمام؟ والسعر بتاعه ان شاء الله هيكون معقول، بس انا حبيت اشارككم معايا فيه، تمام؟ الناس اللي هي كانت مستغلية الفل، وطول ما بيطلعش معانا في كتير هو بيطلع، بس احنا كمان عايزين نرخصوه اكتر ونخلوك تكسب اكتر ان شاء الله. ده رايش موجود عندنا كمية بإذن الله منه، تمام؟ سعره معقول جدا 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 إن شاء الله، تمام؟ قطعة تكلفك حاجة لا تذكر يعني، تمام؟ إن شاء الله هيكون متوفر عندنا، ولو عايز شحن كمان هنشحنه لك منه، مفيش مشكلة عندنا. ده الرايش بأكد لكم كذا لون في منه، ناحيتين منقوش، تمام؟ وفي منه ناحية سادة وناحية منقوشة زي ده كده اهو، ناحية سادة وناحية منقوشة، تمام؟ في حاجات زي دي يعني. ده بصراحة ده كنز يا جماعة، احنا وقعنا عليه وان شاء الله هنتشاركوه مع بعض. اي حد عايز منه هيتصل بيه ان شاء الله، موجود عندنا بإذن الله. ده موفر جدا في شغل الشيف شريف فيلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ده تكملة للفيديو اللي هو صورنا فيه الرايش. احنا اول ما شفنا الرايش طبعا ايه، فرحنا بيه وصورناه، تمام؟ وقلنا ده كنز. ليه كنز بقى؟ هنقول دلوقتي ليه كنز. بص، حتة الرايش جايب معانا كام قطعة، شايف؟ وشايف المقاسات، مقاس 42 43، ودي مقاس 45 رجالي، تمام؟ ودي مقاس 37 38 حريمي، ودي مقاس 39 40 حريمي. جايب معانا أربع فرد. الأربع فرد يعني إيه؟ يعني شبشبين، تمام؟ القطعة دي تمنها كام؟ دي المفاجأة بقى. قطعة تمنها من 4.5 جنيه لخمسة جنيه. ليه الخمسة جنيه؟ لأن في قطع بتيجي أعرض من كده. بص بقى القطعة دي عشان عريضة شوية، جايبة معانا كام جوز؟ أدي جوز، اتنين، تلاتة، موفقين أولادي وشبابي وحريمي في نفس المكان، وحاطينها على قطعة واحدة، تمام؟ ما هنقول دي 4.5 جنيه لخمسة جنيه على حسب العرض بتاعها، تمام؟ يعني شبشب هنا هيكلفنا أول جنيه في العريضة دي، في اعرض من كده كمان على فكره. في العريضه دي هيكلفنا جنيه بالظبط، تمام؟ لان هو بص اهو هي ب 4 جنيه، جنيه وربع، وقول جنيه ونص كمان وش، ادي كام؟ 3 جنيه الا ربع، صح؟ 3 جنيه الا ربع، تمام؟ يعني مش مكمل 3 جنيه كمان الشبشب، هتطلع شبشب ب 3 جنيه، تمام؟ وهنا على المقاسات الكبيره هتطلع شبشب ثمنه كام؟ هنقول على 4.5، ودول اتنين يعني 2.25 جنيه الشبشب، وكمان 1.5 جنيه تاني، هما كام كده؟ 4 جنيه الا ربع. هنقول 4 جنيه، يعني هتعمل شبشب من الكبير ب 4 جنيه، والصغير ده هيكلفك 3 جنيه الا ربع تقريبا على حسابي انا. وفي حتت اعرض من كده وممكن تتوفق اكتر من كده، يعني في حتت عريضه هتيجي معاك يجي ده كده، هتحطهم كده جنب بعض، وانا واثق ان في حتت اعرض من دي هتيجي كده، هترصهم جنب بعض كده، مقاسات كده جنب بعض، تمام؟ لكن ده التوفيق بتاعنا احنا، تمام؟ الشبشب الكبير هيكلفنا تقريبا 4 جنيه الا ربع، هنقول 4 جنيه بالوش بتاعه وكيسه كله، وده هيكلفنا 3 جنيه الا ربع في الحته العريضه شويه، تمام؟ هنقول 3 جنيه برده بالكيسه بتاعته بالطبعه بكل حاجه، تمام؟ يعني هنعمل شبشب يعتبر ببلاش، تمام؟ تمام. في حاجه ثانيه كمان، الحته دي احنا ممكن نجيبها خشنه من ناحيتين كده، تمام؟ من ناحيتين بتبقى منقوشه، تمام؟ وممكن عندنا المنشار موجود ان احنا نعمل لها كده، نشقها نطلع دي ونعملها كده، تبقى ناحيه ناعمة، تمام؟ وناحية زي دي كده منقوشة، دي موجود وده موجود برضه، تمام؟ الحتة دي موجودة عندنا إن شاء الله، قلنا سعرها موجود من 4.5 لخمسة جنيه على حسب عرض الحتة. كان معاكم أبو جهاد من كنوز واحد، الاستفسار 012-77829-757. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.